السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملاء الصيدلة المحترمين، معكم أخوكم إسماعيل إبراهيم، صيدلية 902، جدة. إن شاء الله بإذن الله نتعلم النهاردة كيفية صرف وصفات التأمين بتاع شركة سعودي عناية للخدمات الطبية. بيأتي لنا البيشنت مع الوصفة ومعاه كارت التأمين وعايز يصرفها. الاول بنبدا نخش على الموقع بتاع شركه سعودي عنايه، زي ما احنا شايفين كده بورتال دوت سعودي عنايه دوت كوم. تمام، طبعا بندخل الباسورد واليوزر نيم بتاع الشركه عندنا، ولازم تخش برموز كابيتال، اليوزر نيم الدواء، الباسورد الدواء 1 2 3 4. بسم الله، هيبدأ يفتح عندنا الموقع. السيستم بتاع الشركة اسمه ميد نيكست. شركة تقريبا صرف الوصفات بيختصر بس على موافقات مسبقة، فما ينفعش نصرف وصفة دايركت، لازم موافقة من على السيستم بتاع الشركة. بنبدأ نرفع طلب او بنعمل حاجة اسمها create authorization. في عندنا حاجتين هما بس اللي بنشتغل عليهم، ال create authorization وال search authorization. create authorization بنبدأ نضغط عليها عشان أبدأ أدخل البيانات بتاعة العميل، وأدخل ال diagnosis بتاعه، وأدخل ال incident type، وبعد كده ببدأ أدخل الأدوية اللي موجودة داخل الوصفة. أنا مثلا معايا وصفة دلوقتي، فبيانات أحد العملاء مثلا هناخدها كمثال عشان خاطر نبدأ يعني نشوف إزاي نتعامل مع صرف وصفات التأمين بتاعت شركة سعودي عناية. كارد نمبر اللي هو ممبر شيب نمبر، اللي هي أول واحدة ديت، نتكيت هنا كرييت اوثورايزيشن. ببدا اشوف الكارد نمبر، الكارد نمبر ده موجود على الكارت بتاع العميل، هيبقى موجود اللي هو الممبر شيب نمبر 1411158. البوليسي نمبر، البوليسي نمبر اللي هو بيبقى جنبه على طول في الكارت 457. ببدا اشوف عندي هنا تشخيصات كتيره، ابدا اشوف على حسب الوصفه الموجوده عندي. ببدا ادخل الداتا بتاع المريض، هو المفروض انا ادخل ايه، ادخل على حسب بالظبط يعني زي ما هو موجود. ممكن في ظل الزحمه مثلا لو انت في الصيدليه تدخل جنرال سيمبتومز ما عدا حاجتين اتنين، الدنتال والاوبتيكال. تمام، الدنتال لازم تدخلها دنتال او الاوبتيكال اللي هي الاوفثالمولوجي اللي هي الحاجات اللي بتاعت العين وكده. غير كده ممكن تدخلها جنرال سيمبتومز. تمام، بقى كده بيقول لي انسيدنت تايب، لا طبعا اوت بيشنت، اوت بيشنت كاتيجوري، يا اما دنتال او اوبتيكال او اوت بيشنت. احنا قلنا لازم نركز في النقطه دي، فبتك اوت بيشنت. تمام، بعد كده بعمل كرييت اوثرايزيشن. تمام، بيبدأ يحمل معايا، بيبدأ يطلع لي بيانات احد العملاء، دكتورة الهام حافظ احمد، الداتا كلها بتاعت البيشنت. ببدأ ادخل حسب الوصفة اللي جايالي، البيشنت فايل نمبر، الفايل نمبر اللي هو الكشف بيه او المستوصف او المستشفى ادتهوله. فببدأ مثلا على سبيل المثال هو مثلا الفايل نمبر بتاعه سي 1 2 3 4، او لو هو مكتوب عنده بكتبه له. تمام، الديت اوف فيزيت مثلا تاريخ الزيارة، ناخد على سبيل المثال النهار امس مثلا 7/9/2016. ببدأ بعد كده، دي اول شيء اوثورايزيشن. تمام، ببدأ بعد كده دايجنوز، بعد كده بروسيدور، ببدأ بمشي بالخطوات دي. تمام، ببدأ اتك على نيكست، هيبدأ يدخلني بعد كده في الدايجنوزس. الدايجنوزس هل المريض ده اللي جالك ايه الدايجنوزس بتاعه؟ فطبعا انا بتك هنا على انزيرت، ببدأ اشوف الدايجنوز بتاعه. يعني مثلا هي الحالة كانت عندها سيفير جاسترو انترايتس، فابدأ ادور على
على نفس التشخيص اللي جالي جاسترو انترايتس وابدأ ادخله. او ابحث فوق هنا محرك البحث هيبدأ هو يطلع لي. زي مثلا جاستريك ألسر هو أكيوت وزاوت هيمريج مثلا على سبيل المثال. خلاص أنا اخترتها اهوت. بيبدأ يقول لي دياجنوزيس كواليفاير مين دياجنوزيس، ببدأ بعد كده أقول له نيكست. خلاص أنا دخلت البروسيدور، بقى البروسيدور بعد كده بتك انزيرت. انزيرت طبعا، هل دلوقتي البيشنت ده هصرف له ايه بقى؟ البروسيدور بعد الدياجنوز ما شخصته خلاص انا ابدا اتك على فارماسيوتيكلز عشان ابدا ادخل الادويه بتاعتي. طبعا في هنا كذا حاجه، احنا قلنا في اوبتيكال وفي كذا حاجه، احنا بنتك فارماسيوتيكال عشان نبدا ندخل الميديسين بتاعنا، ولازم طبعا يكون التشخيص مطابق للادويه اللي بدخلها. يعني ما ينفعش مثلا اكون بكتب جاسترو انترايتس وراح يعني ادخل ادويه مثلا سي مثلا ايا كان فيوسوكورت، ما علاقة الفيوسوكورت بالجاسترو انترايتس، او مثلا ندخل بنادول برضو ما عندوش علاقة، اي حاجة تانية مثلا ملهاش علاقة بالتشخيص. فطبعا اكيد السيستم اليان بيرد عليك بان هو ايه مرفوضة، تمام. فلازم يكون التشخيص له علاقة بالايه بالادوية انت بتدخلها دي. معظم شركات التأمين بتبقى مربوطة بالادويه بنفس التشخيص. يعني الديسكريبشن هبدا ادخل الادويه مثلا سي ان هو فلاجيل مثلا، ابدا ابحث عنه فلاجيل 500 تمام، ببدا اضغط عليه او اتك اوكي. نفس الشاشه البروسيدور ديت مثلا يوم 7، الكوانتيتي هبدا اقول له مثلا حبه. طيب انت صرفت له حبه بناء عن ايه؟ بوكس ولا كونسلتيشن ولا دايز ولا لا انا هقول له بوكس. ببدا بعد كده اقول له ايه انزيرت، تمام كده خلاص تم الايه الادخال. لا انت التاريخ ده مش مظبوط، يبدا اعدل التاريخ. بعد كده ابدا اقول له انزيرت كده خلاص دخل الايه الدواء معايا. هدخل الادويه التانية مثلا سي ان هو ايه ان هو الراجل عنده جاسترونترايتس، يبقى مثلا اهني نوصف هو مكتوب له في الوصفه مثلا ايه فلاجيل مع إيه سي نيكسيوم ماشي. ابدا ادور على النكسيوم اللي هو 40 مثلا، ابدا اضغط عليه. بعد كده هبدا ادخل التاريخ بتاع الوصف، واحد بوكس نفس الكلام. برضو بنفس الطريقه هبدا اتك بعد كده انزيرت، متكش خالص على نيكست الا لما اخلص الخطوات دي هنا تمام. نفس الكلام فارماسيوتيكال، ابدا اضغط على الايه الدواء الثالث تمام. دوسبيتالين مثلا سي دوسبيتالين، ابدا اعمل سيرش. نفس الكلام هل الدوسبيتالين ايه بالظبط تمام. خلاص انا ضغطت عليه اوكي اوكي. ببدأ طبعا ادخل برضو التاريخ نفس الكلام سي واحد حبة بوكس برضو تمام اوكي. طبعا عملت انزيرت اوكي خلاص. طب انا دلوقتي عايز ايه؟ خلاص كده خلصت الموافقة بتاعتي، هو بيقول لي لا لو في ادوية تانية دخلها اتس اوكي. مثلا هبدأ ابحث برضو عن الادوية التانية مثلا سي ان هو برضو هياخد سكوبينال مثلا. سكوبينال تمام، هبدأ ابحث برضو عنه نفس الكلام تمام اتس اوكي.
برضو شهر 8 هنا 1 تايب 2 بوكس اوكي برضو نفس الكلام انزيرت خلاص كده يعتبر ايه خلصت تمام في برضه رابع هبدأ ادخل الميديسن بتاعه سي مثلا دومبي ايا كان اوكي برضه بوكس هبدأ اتك مثلا هنا نيكست خلاص هي كده الادويه اللي انا دخلتها خلاص ابدا اعمل ديتاتش لل ديتاتش الفايل اللي هو مثلا ايه الوصفه يعني مثلا سي ايا كانت الوصفه مثلا هي الوصفه دي ببدا ادخلها هي مطابقه للادويه اللي انا دخلتها هي نفس الوصفه فابدا اتك عليها وبعمل اوبن طبعا اتاتش بعد كده بضغط نيكست عشان ابدا اشوف خلاص انا دلوقتي المريض اهو الدياجنوز بتاعه جاستريك ألسر اكيوت ويز هيموريدج مثلا البروسيدور الادويه بتاعتي اللي انا دخلتها كلها طب ايه الملاحظات ما فيش اي ملاحظات انا دخلتها طب الفايلز دي اللي هي الوصفه اللي احنا المفروض كنا نرفقها مع الايه مع الـ مع الدياجنوزس ده دي بيانات العميل ببدا بعد كده اتك على سبميت بيبدأ يديني بعد كده شاشة فيها خد مكونة من حوالي 4 أو 6 أرقام 6 أرقام بالظبط دي بتبقى اسمها الاوثورايزيشن نمبر طبعا بتختلف من شركة لشركة يقول لك ابروفال نمبر اوثورايزيشن نمبر كليم نمبر في شركة سوينكس كي يسميها كليم نمبر في بوبا يسميها مثلا ابروفال نمبر هنا في ميد نيكست بيسميها اوثورايزيشن نمبر ببدأ اضغط على سميت بتطلع لي رقم الاوثورايزيشن نمبر بعمل لها كوبي وببدأ ابحث في السيرش اوثورايزيشن تمام ما ينفعش نضغط دلوقتي على سبمنت بس عشان ما يعني ما يرفعش الطلب دلوقتي كده خلاص يعتبر الخطوات خلصت تعتبر شركة سهلة وبسيطة جدا ببدأ برضو اخش بقى على السيرش اوثورايزيشن عشان خلاص الرقم الاوثورايزيشن نمبر خلاص بعد السبمنت بيطلع لي فانا ببدأ ابحث عنه هو بيقعد خلال مثلا 5 ل 10 دقائق قبل ما يبدأ يوافق على الايه على الـ الـ على الـ الكيس او على الحالة اللي انا بدأت ارفع طلب بيها تمام طبعا لازم تكون الوصفة مختومة ولازم يكون الكارت زي بقية الشركات لازم يكون الكارت مدة صلاحيته شغالة لازم يكون السيستم يعني بيقبل الكارت ده عندنا بدأت أدخل الداتا بتاعت العميل خلاص اترفع له الطلب ببدأ أبحث عن الايه عن الموافقة من سيرش اوثورايزيشن بيديني هنا ايه كذا حاجة ممكن أدخل هنا رقم الاوثورايزيشن اللي طلع لي تمام أو أبحث برقم الكارت بتاع العميل أو البوليسي نمبر إذا ما كنتش أنا عملت كوبي للاوثورايزيشن نمبر يا إما أبحث بالاوثورايزيشن نمبر أو البوليسي نمبر أو الكارد نمبر. إيه الفرق ما بين البوليسي نمبر والكارد نمبر؟ دي حتة مهمة برضو إحنا مثلا ك يعني صيادلة أو أحد موظفين شركة الدواء الكارد نمبر بتاعنا بيختلف ما بيننا وما بين بعض. البوليسي نمبر هو كلنا على نفس البوليسي نمبر اللي هو نفس الشركة تمام؟ عشان بس نكون عارفين النقطة دي. البوليسي نمبر بيختلفش ما بين نفس الشركة الكارد نمبر بيختلف ما بين طبعا عضو لعضو ابدا ابحث يا اما بالاوثورايزيشن نمبر يا اما بالكارد نمبر هيبدا يطلع لي كذا موافقة فببدا مثلا اقف على الموافقة دي وابدا مثلا ايه اعمل برنت سي برنت بيبدأ يفتح لي صفحة زي ما احنا شايفين كده ديت اهي حالة التفويض موافقة approved تاريخ التفعيل expiration date رقم التفويض اسم مقدم الخدمة كل البيانات كل الداتا اللي اترفعت على السيستم اسم الخدمة الأدوية اللي احنا دخلناها البالمتروبيك الكابكت الوينكس والكميات المطلوبة والكميات المتوافق عليها ونوعية الكمية وحالة الإجراء تمام زي الشركات التانية برضو انا ببدأ اخد الابروفال نمبر ده
وبدخله على السيستم، بدخل انشورنس. طبعا بيطلع لي بيطلع لي زي شاشه فيها اما اوثورايز، فيها اما ابروفال ولا بريسكريبشن. ببدا ادخل، لا اقول له ابروفال، تمام. ابدا ادخل رقم الابروفال اللي هو ده، ببدا بعد كده ادخل رقم الكارت بتاع العميل ده على شاشه البي او اس، ببدا بعد كده ادخل الادويه بتاعتي، ببدا بعد كده اتعامل. بعد ما دخلت الادويه بتاعتي اتعامل مع الكارت بتاع العميل، نسبه التحمل بتاعته كام، وبحسب نسبه التحمل على الـ الادويه اللي هو اخدها بعد الخصم. يعني هو في توتال، بعد كده ديسكاونت، بعد كده الرقم بعد ديسكاونت، ابدا احسب على الـ الرقم اللي طلع لي بعد الديسكاونت. ابدا اعمل مثلا اتعامل مع الكارت على حسب، في زيرو كونتريبيوشن، لا انا مش هيدفع شيء. طب 20% ديسكاونت، اوكي. ابدا احسب 20% ديسكاونت من المبلغ اللي طلع لي، وببدا بعد كده خلاص اسيف الفاتوره. لو هو مثلا هيدفع 20% بيدفع مثلا مبلغ، اسيفه كاش، اكتب اضغط كاش وادخل الرقم اللي هو هيدفعه، وبعد كده اتكل على كلوز باي كريدت. بيطلع لي فاتورتين، طبعا لازم ارفق الموافقه ديت او الابروفال او الاوثورايزيشن نمبر ديت، طبعا بنطبعها من هنا. بتضغط بس على الايه، على صور، على الرقم، على ال على هنا بس على برنت، فهو بيطبعها على طول. باخد طبعا صوره من كارت العميل وصوره من الوصفه او الاصل بتاع الوصفه يفضل يعني، وباخد ال وباخد ال صوره الابروفال، وباخد اللي بيطلع لي من شاشة البيع اللي هي الفاتورة. برفقها اربع اشياء، برفقهم مع بعض وببعتهم مع المحصل تاني يوم. كده اتعلمنا ان شاء الله كيفية صرف وصفات شركة سعودي عناية. شكرا جزيلا لحضراتكم، ويا رب اكون قدرت افيدكم بهذا الفيديو. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم إسماعيل إبراهيم، صيدلية 902، جدة، إن شاء الله. السلام عليكم.